اتكلمنا في الفيديوهات اللي قبل كده واخدنا فكرة عامة عن البرنامج واستخداماته، بعدها اتكلمنا عن الستارتنج سكرين للبرنامج وازاي نظبط الجنرال كاركترستكس او الخصائص العامة للمشروع. دلوقتي هنتكلم ازاي تنفذ المشروع بتاعك او ازاي ترسمه، ايه الخطوات اللي انت بتتبعها في كل مشروع. اول خطوة خالص اللي احنا عملناها قبل كده ان احنا بنظبط الجنرال كاركترستكس للنتورك كلها، ده احنا عملناه قبل كده. بعدها بتخش في مرحلة الدرون، بانك ترسم او تنفذ الدايرة بتاعتك. ازاي؟ هناخد سبيل المثال، عندنا هنا كومبوننت بناخد مثلا محول او اي مصدر، ونجيب باصبار ونجيب اي حمل، نجيب واحد كمان. بعد ما بترسم بتحدد البيانات بتاعت كل دايرة فيهم، يعني مثلا طول الكابل قد ايه، الباور المسحوب قد ايه، نظام التأريض، كل ده هنتكلم فيه بالتفصيل بعد كده. بتحدد كل الكاركترستكس لكل دايرة موجودة في المشروع بتاعك. بعد ما بتخلص بتعمل حاجة اسمها تشيك لوجيك او لوجيك تشيك، ده بيعمل تشيك على الدايرة كلها، اللي هو مثلا كل الدوائر متوصلة مع بعض، مفيش دايرة محطوطة لوحدها. بعد كده بنعمل حاجة اسمها باور سام. ايه هو الباور سام ده؟ ده بيحسب الباور والتيار اللي ماشية في كل الدوائر. نعمل يس، هنا بيعمل حساباته، ضغط اوكي، بيجي لنا هنا تحذير ان الباور فاكتور اللي موجود في ده دلوقتي اقل من الباور فاكتور المطلوب اللي احنا محددينه في بداية المشروع، وانك لازم تستخدم كاباستور بانك. ماشي، هنعمل بعدين. بعد كده بتخش في مرحلة الكالكوليشن اللي هي ستيب باي ستيب كالكوليشن، اللي هي بتحسب فيها كل البيانات، يعني بتعمل كيبل سايزنج، سيركت بريكر سيلكشن، كل اللي انت عايزه، وشورت سيركت كالكوليشن المفروض هنعملها بس هنكمل بعدين. بعد ما بتخلص بتعمل اكسبورت المشروع بتاعك او بتطلع النتائج تطبعها. دي الخطوات اللي لازم تمشي عليها في كل مشروع. طب ايه هي واجهة البرنامج دي بتتكون من ايه؟ هنتكلم اول حاجة دي لوحة الرسم، دي اللي بترسم فيها المشروع بتاعك. في عندها في الجنب هنا نتورك تري، ده بتوضح لك التسلسل بتاع الشبكة، بيظهر لك مكونات ده. يعني عندنا هنا على سبيل المثال في قال لك سيركت واحد اللي هي دي متوصل بيها سويتش بورد اللي هو الباسبورد ده، وده متوصل بيه سيركت 3 و4. في عندنا هنا اوبشن اسمه ديسبلاي اول سيركت، اللي هو بيظهر لك كل مكونات كل دايره من دول. يعني سيركت واحد بيتكون من ترانسفورمر، كيبل، سيركت بريكر، سويتش بورد ده بيتكون من باسبار اسمه بي 2. بعدها عندنا متوصل بسيركت 3 بتتكون من الحاجات دي، وسيركت 4 بتتكون من الحاجات دي. في عندنا هنا شوية أوامر مساعدة عشان تنظم الرسم بتاعك أو تساعدك في الرسم. في عندك مثلا اللي هي الجرد أو الشبكة، اللي هي بتظبط لك إنك تعمل ألاينمنت لكل العناصر. في عندنا هنا زوم، زوم إن، ممكن تحدد داير هنا، ممكن زوم أوت، ولو عملنا زوم إن كده ولو عايزين يعمل لك أكتر من مرة ممكن نرجع لنسبة تكبير أو فول سكرين مرة واحدة بالضغط على فول سكرين. هنا نلغي الجريد دلوقتي. في انت عندك لو عايز تختار شوية عناصر بتختار بالطريقة دي. طب لو عايز حددت كذا عنصر وعايز الغي منهم عنصر، بتضغط على شيفت بتختار العنصر ده اتلغى، لكن الباقي كله لسه موجود. دلوقتي عايزين نضغط على لغينا دي كمان ولغينا دي، دلوقتي مش فاضل غير الباسبور، هنقدر نمسحه فهو اللي كان متحدد. بس برضه في حتة لو عايز تحدد هنستخدم يعني برضه في شيفت وسيلكت. ماشي، بعدها نخش على عايزين نعرف ايه هي الكومبوننت الموجودة. هي متقسمة كل كاتيجوري لوحده، يعني أول حاجة هنا اللي هو السورس، في عندنا ترانسفورمر، جنريتور، كاباستور بانك أو سورس كوندكتور. ده اليوزر ديفايند سورس، ده اليوزر هو اللي بيحدده، هو اللي بيصمم مصدر على اللي هو عايزه.
هنلاحظ ان لو جينا وقفنا على اي عنصر منهم بيظهر لنا حاجة، مثلا هنا ترانسفورمر كوندكتور بروتكشن، بيظهر لك مكونات الدايرة دي، هنا جنريتور كوندكتور بروتكشن، الكوندكتور ده اللي ممكن يبقى كابل او باسبار، البروتكشن برضه ممكن يبقى فيوز او سيركت بريكر، وده اللي بتحدده في خصائص كل دايرة. خش بعدها في الباسبار، في عندها باسبار عادي وباسبار ترانكينج سيستم، بعدها نخش على الفيدر، في عندنا فيدر بتكون من جهاز حماية وكوندكتور بس، في جهاز حماية وكوندكتور وسويتش، في عندنا جهاز حماية وكوندكتور وكوندكتور وهكذا. بعد كده في عندنا اللودز، في عندنا ستاتيك لود عادي، في موتور لود، لايتنج لود، احمال اضاءة او احمال سوكت، في عندنا هنا محولات لو فولتج ترانسفورمر، في عندنا هنا حاجات اضافية مثلا اللي هي زي كروس ريفرنس، انك مثلا هنا ابستيم بروجكت ممكن تربط مشروعين مع بعض، ده الكتريكال لينك اللي هو موصل عادي هنعرفه بالتفصيل بعد كده، incoming cross reference و outgoing cross reference ده اللي بتستخدمه في المشاريع الكبيرة، انك بتربط كذا جزء مع بعض. في عندنا هنا drawing ده interlock، ممكن تعمل interlock بين اتنين باسبار. في عندنا هنا standard diagrams، دي مشاريع جاهزة او ثابتة قبل كده ممكن تستدعيها انك تدخلها في الدائرة بتاعتك على طول، يعني حاجات موجودة او انت مصممها قبل كده، بدل ما كل مشروع ترسمها بتعملها امبورت في المشروع بتاعك وخلاص. يكتفي كده المرة دي.